والله أرامكو اليوم الثاني على التوالي مقفل فوق 100 برضه. شوف لو عبرنا بحول الله 33 15 إن شاء الله إلى 34، نشوف الريال و20 هللدية من إغلاق اليوم. كيف نعرف أرامكو حيضغط يميل إلى السلبية اللحظية؟ إذا كسر 32.75 طيب ممكن تكون تهدئة بسيطة، أهم شيء ما يكسر الترند ولا يكسر متوسط 50. متوسط 50 يقرأ 32.30 هنا، هذا دعم أرامكو. ولو نزل أرامكو هنا ما يعتبر سيء مرة. السيء لو كسر الترند، لو كسر الترند هذا معناها في شيء غلط قاعد يصير. وإذا تبغوا كمان تاخذوها يعني بشكل أكثر فني 32.15 يعني أكثر منطقة ممكن فعلا تخرج السهم على اليومي خارج الاتجاه الصاعد حقه، هذا أرامكو.